شو حيصير لشمشون بقلب الفيديو هو ومرته؟ اليوم الفيديو تبعنا عبارة عن سرقة، سرقة أغلى وأحسن وصفة سرية بالعالم لبرجر. شمشون مثل ما بتعرفوا كلياتكم اتفق مع مرته على أنهم يسرقوا الخلطة من مستر كراب اللي هو مستر سلطة. الفكرة أنه وقت اللي بدهم يجوا ينفذوا اثنيناتهم هي الخطة بيصير شيء ما حدا بيتوقعه. تابعوا هذا الفيديو للأخير لنشوف كيف حيزبطوا الخطة ويقدروا يسرقوا الخلطة السرية. هي فكرة الفيديو تبعنا لليوم، حطوا لايك اشتركوا تحت بالقناة. أما هلا خلينا نروح ركض للفيديو. تاني يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم وخلونا نشوفوا شو هذا المكان المهجور، شكله مصنع، مصنع خلطة البرجر. والله شكله هذا يوم تنفيذ الخطة. Oh my god. Anyways, listen carefully because this is very important. All of Bikini Bottom can go to shit if you don't listen. There should be a big red button right in front of you. خس بقدورس. قالت له شمشوم ركز معي كتير منيح. هي آخر خطوة بقلب الخطة تبعنا. في عندك هون 5 زرار. واحد منهم بس هو الصحيح. أما الباقي إذا أنت كبستهم كلياتنا حناكل خسة، وإذا أكلنا الخسة حيفيق مستر سلطع الشرير يلي هو الإيفل، عرفتوا؟ فنحن لازم نختار أي كبسة بدون ما نتبهدل. بسم الله الرحمن الرحيم. أي واحدة حقرة بقرة اللي ربي عد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أوكي روح على هذا. بسم الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بعينك. إيه not that one. What the fuck is not that one. Catch a break is a 1,000-foot-tall monster. I don't want to hear it. It can't get more simpler than that, you fucking piece of shit. Hey, I went to college. And do I look like I give 2 fucks about your college, huh? Is it even true that you got a degree? You are a dumb loser I married out of pity and a loser I'm now stuck with for the rest of my life. Mr. Krabs is a better looking man than you. الله يخرب بيتك يا كل مستر سلطع الشيطان نيكو. بلشت القصة ما قبل تنفيذ الخطة بيوم واحد. كاس رصيد، يا شو هذا؟ يا ربي أنا بدي أعرف وين الخلطة، ممكن تكون هون بشي. أهلا أهلا شفيق، هلو. ليش عم تبلي من الصبح؟ والله العظيم عيب عليكم. إيه شو هذا العفن؟ شو هذا العفن؟ شو هذا المطعم؟ لا 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 صراصير الكوكب. شفيق شفيق انت نايم هون؟ والله نايم على الارض ولا همه لا صراصير ولا غير ولا كوكب صرصور. شفيق يا حمار، طب والله اسهل من انه سرق الخطه من عنده. ما في ليكو نايم ومو فارق معه، انا جاي اسرق الخلطه السريه تبعه وهو نايم ليكو تحت الطاوله. ايه شو هذا؟ هي النبتة السحرية يا جماعة. هي النبتة دائماً بياخدوها بالمستشفيات بيوصفوها وصفات للأطفال اللي عندهم مشاكل عصبية لأنه كتير بترخي الأعصاب. فنحن ممكن ناخد من هي النبتة ونحط بالبرجر بيقوموا كل الناس اللي بيجوا بياكلوا من عنا البرجر بترتخي أعصابهم وكتير بيكونوا مبسوطين. هذا سر البرجر تبعنا. أوه تعالوا فوت لهون نشوف شو فيهم. أوه الغرفة السرية، أنا متأكدة إنه هون موجودة الخلطة. خلونا نشوف. مو محطوط عليها كلمة سر؟ أو ماي جاد، علبة دخان، مصاري والخلطة السرية. ثلاثة جرام من النبتة. قلتلكن إنه هي السر ولا ما قلتلكن؟ قلتلكن قلتلكن. هلأ بنحط النبتة بقلب البرجر وخلص وانسوا، هي النبتة سر أي شيء. يلا نروح نعمل البرجر تبعنا لأنه هذا البرجر السري ما حدا بيقدر يعمله غير أنا. بناخذ هي. أوكي صار جاهز صح؟ جبنة جبنة جبنة. اوكي وشكلنا حنفوت على هي الاوضة. قلتلكن. طيب حناخد منا 3 ورقات. شايفين 3 ورقات بقلب حبة البرجر. او ماي جاد هدول كتير كتار شكلهم. الخلطة السرية. بس لحظة، بما ان نحن بنعرف الخلطة السرية ليش اخر الشي شمشو بنتحر؟ قلتلكن شو صار؟ اعملوا حالكم ما سمعتوا. ناخده. Put the burger on the tray. تراي؟ مين تراي؟ مين تراي؟ هون. تفضل يا شمشوم. هاي شوفوا الزباين عنا على طول مكيفين على طول. لك البرجر تبعنا اطيب برجر بالعالم. وي لمين البرجر؟ لك تفضل. Thank you so much. اهلا اهلا.
ماي جاد، بسم الله بسم الله. في شيء انفجر يا جماعه الخير. سم الهاري، ليش وقفت انت على الطاوله؟ يعني اذا وقفت على الطاوله ما حيصير شيء. عدموني اياك الهي. وانت لساتك عم ترقص، شيل السماعات. ما هيك العالم بيموتوا يا حمار. احترق البيت اللي بقابلنا. وانت ليش ما اكلت البرجر؟ ليكون ما عجبك ها؟ هاني يكون ما عجبك. انا متاكده انه عجبه، بس هو من هول الصدمه لانه هون في شيء احترق. هذا مين هذا؟ مو شرطه؟ شرطه يا شرطه، في مصيبه صارت. عدموني اياك. بيكون هذا حرامي وعامل حاله شرطه، لانه مستحيل لو شرطه كان برا ننتبه لهون. شو هذا؟ مسدس؟ بعد شو قصدك مسدسك هاد؟ انت شرطه عامل لي فيها؟ روح شوف الجريمه اللي صارت هنيك. بقتلك، بدمرك نفسيا بين عيونك. وانت شو واقف عم تعمل؟ خد لك. مات؟ قتلنا الشرطي يا جماعه. ليش سكتوا كلاتكم؟ يا مصيبتكم يا جماعه، قتلنا الشرطي. شو بدنا نعمل هلا؟ ليكم كيف ميت هون. طب اوكي رح اطلع اهرب انا. مو انا في بيت انفجر هون، كانه مثل اللي كان معمل مستر سلطع او شيء، لاني انا شفت مستر سلطع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحب الاماكن في حدا فجر، في شيء فجر ونزل. يعني احنا لازم ننزل لتحت صح؟ كانه لازم ننزل نتاكد شو في تحت. انتحرت؟ لا اموري تمام. انا سبونج بوب. او ماي جاد. بيقوم بيوقف. احنا كانه بالمعمل. هاي الحبله لشو بدنا اياها؟ اخذت حبله بس شكله بما اني اخذتها فحتلزمنا. في اشياء تانية حتلزمنا. او ماي جاد. في كبسه. وي لوين طالعين نحن؟ اوه الحبل اللي معي. هاي انا عم مده. اوه ماي جاد. بدي السلم صح؟ قديش لي ذكية؟ بعتقد بدي السلم والله العظيم. اذا كان بدي يعني والله العظيم تنحلت طرابيش قدام ذكائي. حطها هون. اوه ماي جاد، شكله في شيء مو لطيف هون، حيصير في شيء رعب. في حدا حيهجم ولا شلون؟ ليه دائما لازم يكون معي سلاح يا جماعة الخير؟ الو؟ اني ماني هير؟ مي؟ الو؟ بسم الله بسم الله بسم الله. واو شفتوني قديش مجرمة خطيرة؟ انا ما بعرف وين رايحة. ماني شايفة شيء. او ماي جاد، لا 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 لا. عتمت عتمت عتمت. ما في بي. يو دايد. لازم اقتل هذا الكائن الغبي. ماشي طيب، بس هي المرة بدي خطة محكمة. شو يكون واقف هون؟ لانه هو حيجي 100% وانا هون مستحكمه. احسن ما اروح لهونيك، ما الدنيا عتمة انا ما حشوف شيء. انا هون، فيك تجي لعندي لو سمحت لانه هون اضواء اشرح بنشوف بعض اكثر. يا حمار ار. بسم الله شو هدول؟ اله الا الله. وين انا؟ مين انا؟ مين هدول الكائنات اللي هجموا؟ كانوا اثنين. قلبي الله لا يوفقك الهي. ان شاء الله كل باب بده يفتح بده يعملوا لي قصه. اوه هيل. طب كيف بدي اعبي الهيل؟ اوه في كرت بطاقه. بطاقه دخول للمعمل، بطاقه شمشون. بسم الله. هون البطاقه بدنا نحطها. ريتنا ما حطينا البطاقه. هاتوا الحبل لهون. خلاص انا هلا مالي خايفه نهائيا ولا من اي شيء. من فوق ما بنخاف. او ماي جاد. شو العلعلعلعلعل؟ ما حدا بيعرف. برافو. ولا لا 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 لا. طيب ما في ارقام. شو على جهنم يعني ولا شو الوضع؟ وين بدنا نفوت؟ او ماي جاد بيبي ماني حابه اطلع. في حدا حيطلع من هونيك حاسسكم قلبكم؟ انا شخصيا قلبي حاسسني. شايفين هاي الاشاره؟ هي يعني خطر، يعني بس تشوفوا اهربوا من المكان اخلوا، يعني ما في داعي تتشاطروا وتفوتوا. او ماي جاد الموضوع ما ببشر بخير ابدا. في شيء هون يا جماعه؟ وي 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 وي
ماي جاد. شوف انا عندي الخلطة السرية من احسن 50-50 50-50 ما عجبتك النسبة؟ او ماي جاد انتي ما حبيته. حنفوت نواجه زفت الطين الا ما يكون في عندنا شي فكرة. وحسبي الله ونعم الوكيل. دول الجراد في لهم فكرة. او ماي جاد اجا اجا الحيوان. ماشي مفهوم. استنوا شكوت مكوت اللي بحكي يمون باكل طاقة ابن مسعود كلها عسل دود ما رح يحكي شي رح روح ولا كأنه شي كأني ما خسرت عادي للمرة المليون فما في أي مشكلة نهائيا أبدا عادي الله يوفق إلهي. عزلت لك أول جرة يجروك ما تحس ينعن. مستحيل فوزة مستحيل فوزة مستحيل فوزة. اي حيوان اي يا كلب. اي لا خلص ما بدي ما بدي ما بدي مستحيل. حناخد اول شي هدول الجرات لازم نقربهم منه لهذا زفت الطين النازل لحتى نقدر نفجره جنبهم. اوكي اوه ممتاز. طيب حاول تخبى بهذا الوقت. واو والله عم يتفجروا جنبه. عم نقدر نحن نجيبه لحتى هو يكون اقرب للجره مو نحن نجره لعنده. عرفتوا هلا هلا اخر جره اخر. استنوا 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 استنوا. واو شو صار فيه. اوه ماي جاد يا جماعه كاننا قدرنا نقتله. يا شو صار في ايد حدا معلقه تحت. هو كان كائن مو بشري. هي ايد مين. اوه ماي جاد اجت الشرطه اجت الشرطه اجت الشرطه اجت الشرطه. انا ما دخلني انا ما دخلني. مين هذا؟ هذا الشرطي صح؟ كأنه فجر المعمل وأنا عم أقعد تحت؟ شو صار؟ مين هاد؟ أنت؟ مين يلي إجا أنقذني آخر شي؟ ما فهمت؟ وبعدين شمشوم انتحر، يعني يلي علق تحت سبونج بوب؟ معقول سبونج بوب علق بقلب المعمل والمعمل هر عليه كلياته؟ وفي حدا اجا رفع الصخورة عن سبونج بوب وعم يحاول يطالعه بس ما ارجونا مين بالضبط. اذا حابين تعرفوا مين او انتوا قدرتوا تحذروا مين اكتبولي تحت بالتعليقات. انا بعتقد هذا من قسم الشرطة بعد ما سمعوا الانفجار الكبير يلي صار اجوا لحتى يشوفوا هل في حدا عايش او لا. هيك بعتقد انا الفكرة بالنهاية. اذا عندكم نفس الرأي اكتبولي تحت بالتعليقات وبس. بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. باي باي.